ينضم إلينا من الرياض رجل الأعمال سيد بندر ضحك. سيد بندر مساء الخير وأهلا بك. كما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود ابن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بأن زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية سيفتتح العديد من المشاريع إن كان على مستوى البنية التحتية أو مشاريع إسكانية أو تنموية إلى آخره. انعكاس هذه المشاريع على الاقتصاد الوطني وأيضا على المناطق الأخرى من مناطق المملكة. أهلا وسهلا سيدي الكريم وشكرا جزيلا على استضافتي. أهلا وسهلا. أولا نبارك للمنطقة الشرقية كاملة بزيارة خادم الحرمين الشريفين لهذا الافتتاح الذي سوف يدعم بإذن الله الاقتصاد بجميع أشكاله. أما أن خادم الحرمين الشريفين أنه يسعى للذهاب بافتتاح هذه المشاريع، هذا بحد ذاته باعتقادي وتصوري دعم خاص للاقتصاد كعامة وتهدئة يعني الوضع العام وردا على المتشائمين أو المتخوفين من اقتصاد الدولة، ولله الحمد هذا مؤشر إيجابي بإذن الله. نعم سيد بندر، يعني أيضا المنطقة الشرقية هي كبقية المناطق من المملكة العربية السعودية بلا شك، فالملك رعاه الله يعني يرى المنطقة الشرقية كبقية المناطق، لكن هذه الزيارة الميمونة في هذا التوقيت تحديدا وافتتاح هذه المشاريع الهائلة وتحديدا المشاريع السكنية، نتحدث عن المشاريع السكنية. المشاريع السكنية هي تحدي لما نلاحظه في الآونة الأخيرة ومع انطلاقة رؤية المملكة 2030، كيف تقرؤون هذه المشاريع السكنية وعودة هذه المشاريع التنموية وانعكاسها أيضا على المواطن السعودي؟ فتقصد يا فاضل من أهم المشاريع القادمة. الإسكان بالذات يلامس جميع احتياجات المواطن. المواطن اليوم همه الوحيد كما نرى في الإعلام في جميع قنوات التواصل تكلم عن الإسكان. فمن الإيجابية أن نرى خادم الحرمين الشريفين هو من يفتتح هذه المشاريع، هذه تقميل لهم، وبإذن الله سنرى أيام قادمة جميلة من ناحية الإسكان، من ناحية توفر السكن لمستفيدين الإسكان بإذن الله. نعم أيضا لننظر من زاوية أخرى سيد بندر، المشاريع الصناعية المنطقة الشرقية بها الجبيل وينبع، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، يعني المشاريع الصناعية ليست فقط على مستوى الإقليم بل أصبحت على مستوى العالم. صدقت. أما مسألة أو موضوع اللي هي الصناعة بالذات في المنطقة الشرقية، هي من قديما ولله الحمد والمنطقة الشرقية لدينا نجاحات وتقدم في الصناعة والمشاريع، ولكن هذه المشاريع سوف تدفع عجلة الاقتصاد، سوف تدفع بإذن الله الحركة الاقتصادية، الحركة العقارية بالذات سوف يتجه المستثمرين من الخارج إلى المملكة العربية السعودية إذا رأوا خادم الحرمين الشريفين بنفسه يفتتح هذه المشاريع. هذه دعوة لجميع الشركات ولجميع المستثمرين إلى بلادنا، ولادنا بلاد خير بإذن الله للجميع. نعم رجل الأعمال السيد بندر ضحيك، شكرا جزيلا لك.